سعادة الأمين العام الدكتور عبد الله الفوزان يوقع اتفاقية تفاهم مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا للتعاون في عدة مجالات. المركز يشارك في يوم المرأة العالمي. مدير فرع المركز بنجران الأستاذ راشد آل منجم يستقبل سعادة الدكتور فهد عقلة مدير عام التعليم بالمنطقة، وسعادة المستشار التعليمي الأستاذ عادل بن أحمد عقران لبحث أوجه الشراكة. مدير فرع المركز بنجران الأستاذ راشد آل منجم يقدم محاضرة بعنوان تعزيز الولاء والانتماء واللحمة الوطنية بالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي بالمنطقة. أكاديمية الحوار تعلن عن برنامج تدريبي تحت عنوان تنمية مهارات الاتصال في الحوار وبرنامج الحوار الحضاري عن بعد. سعادة رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور أسامة بن أحمد جنادي والوفد المرافق يزورون معرض الحوار.